كيف نعملها ريبريزنتيشن بالشكل هذا؟ التري ستراكشر، في عندي التري، عندي النود واللي هو بيبقى اول مره الروت، بنحط الداتا، الرايت والليفت بيبقوا باشرع نال، فبتبقى القيمه اللي عندي بالشكل هذا. طبعا هاي تري، هذه الرايت تبعها 3، الليفت تبعها 2، الرايت تبع الثلاثة 7، الليفت تبع الثلاثة 6، الرايت تبع الاثنين 5، الرايت الليفت تبع الاثنين 4، وهذه هي الاخر ليفل اللي بسموهم ليف. اذا الليف بيكون على شكل نال. الكلاس تبع التري، فاحنا بنعرف انتجر او جنريك داتا تايب اللي بدك اياه. داتا، في عندي تري نود الليفت وتري نود الرايت، وبنعمل كونستراكتور بالداتا اللي موجود عندي، تمام. لو حطيت الليفت والرايت نال برضه صح. الروت اول شيء بيبقى نال، بنروح بنعرف تمب اللي هو الكونستراكتور اول مره بنعمل له انيشاليزيشن، ندي له قيمه للداتا، تمام. وبعدش بنخلي الروت ياشر على التمب، بصير عندي اول نود وهي عباره عن بدايه الشجره بالروت هذا. لو رحنا ضفنا كمان قيمه، بنروح بنقول تمب، بنحط ايه التنين الليفت والرايت نال، وبروح بنخلي اما الليفت تبع الروت ياشر على التم، او الرايت تبع الروت ياشر على التم بالشكل هذا. احنا خلينا الليفت بياشر، اذا الرايت تبع الروت اللي هي الواحد كان نال، وهكذا بنكمل بالشكل هذا. طبعا هنا هاي شجره معينه، 1 2 3 4 5، هذا الكلام تبعنا اللي احنا كيف عرفناهم بالجافا. بعد هيك عملنا ميثود اسمها كرييت باينري تري، تري نود عملنا فيرست والسكند والثيرد والفورث والفيفث، ودينا لهم قيم 1 2 3 في الكونستراكتور. بعدين خلينا الروت ياشر على الواحد، بعدين الليفت باشر على السكند، طلع الليفت باشر على السكند، والرايت باشر على الثيرد، والسكند الليفت باشر على الفورث، والسكند الرايت باشر على الفيفث، وهدول بيبقوا ايش؟ ليف عد. نطبق هذا الكلام بالجافا بشكل سريع. طبعا هنا نبدا نعمل نيو بروجكت نسميه باينري تري. بالسورس كود نروح نعمل كلاس جديد، نيو كلاس، ونسميه الكلاس هذا باينري تري. ونحط فيه مين، بالشكل هذا احنا بدينا الشغل بتبعنا. نبدا نعرف اللي هو الكلاس تبع التري نود، بنقول برايف بابليك كلاس تري نود، بنعمل begin و end. التري نود هذا بنعرف فيه برايفت تري نود، نعرف الليفت وبنعمل كوبي، وبنعمل الرايت، بنعرف برايفت انتجر داتا، الداتا اللي عندي اللي انا بدي استخدمها، وبنعمل كونستراكتور لهذا، سورس كرييت كونستراكتور. طبعا انا بديش الليفت والرايت، بدي بالداتا، تمام. صار عندي كونستراكتور هنا هيو،
طبعا احنا اتعودنا نحط الكونستراكتور بالاخر تحت. اصبح عندي 3 نود فيها ليفت ورايت وداتا، وعندي اللي هو الكونستراكتور بالشكل هذا. تمام. طبعا احنا ممكن في الكلاس هذا ال 3 نود نعرف الروت تبعنا، نقول برايفت 3 نود الروت بالشكل هذا. الان نروح نعرف نعمل عندنا اللي هو ميثود. الميثود هذه بدنا اياها تعمل اللي هو create لنود، بنقول public void create binary tree بالشكل هذا، اللي هي طبعا في عندي تري نود سميها first يساوي new tree node ونحط فيها الواحد. نعمل هذا الكلام كوبي، وهنا نسميها second، وهنا third، وهنا fourth، وهنا فيفث. هذا بكون واحد اثنين مثلا ثلاثة أربعة خمسة. طبعا الآن بدنا نحاول نربطهم مع بعض. كيف بنربط الكلام هذا؟ بنقول عندنا مثلا الروت يساوي الفيرست. خلينا الروت يأشر على الفيرست. الفيرست دوت ليفت بتساوي السكند، والفيرست دوت رايت بتساوي الثيرد، والسكند دوت سكند دوت ليفت بتساوي الفورث، والسكند دوت رايت بتساوي الفيفت. بالشكل هيك اصبح عندنا شجرة موجودة بالشكل اللي احنا شفناه هنا، اللي هي الروت، هاي السكند، هاي الثيرد، هاي الفورث، هاي الفيفث. تمام؟ اصبح عندنا شجرة بالشكل هذا. الآن لو احنا بدنا نطبع الشجرة هذه، كيف بدنا نطبعها ونعملها ترافيرسينج؟ نروح نكمل مع بعض ونشوف كيف طرق عملية الترافيرسينج للايه؟ للتري. وهذا موضوع اللي جاي موضوع مهم. بيقول لك عملية الترافيرسينج أو عملية طباعة التري بتتم بثلاث طرق. الطريقة الأولانية بسميها إن أوردر، ترتيب إن أوردر. وفي حاجة بسميها الترتيب المسبق بري أوردر، وفي الترتيب التالي بوست أوردر. كلمة إن أوردر اتطلع معايا على الروت. وين موجود إن؟ طبعا هي ليفت ورايت، كلهم ليفت ورايت، ليفت رايت، ليفت رايت. لو كان ان معناها الروت في النص. بري اوردر معناها الروت بالاول. بوست معناها ان الروت في الاخر. طبعا كيف الان اوردر؟ انه بيبدا معالجه الشجره اللي على الشمال، بعدش بعالج الروت، بعدش بعالج الليفت. نمر عليهم واحده واحده. نبدا بالترافيرسنج باي ريسيرش تري بالبري اوردر. بيقول لك as told you before the best algorithm are naturally recursive because a binary tree is recursive data structure.
In order to visit the binary tree in a pre-order, you can follow the following steps. نبدأ. إذا عندنا pre-order إنه بكون عندي visit node الروت. بعدش بنعمل visit left tree. بعدش بنعمل visit right tree. لو نظرنا هنا كيف بيكون موجود؟ أول إشي بنبعت اللي هي الميثود print pre-order بنبعت لها التري نود اللي هي السب تري اللي أنت بدك إياه. طبعا احنا بنبدا بالروت، لو كان الروت نال بيرجع بطلع برا البرنامج، غير هيك بطبع اللي هو النود دوت كي اللي هو المين الروت. بعد ما يطبع الروت بمشي الى الشمال، الروت شمال شمال بتم في الشمال لما يخلص، بعدش بيرجع لمين لليمين وهكذا شمال يمين شمال يمين روت شمال يمين روت شمال يمين وهكذا. لو نظرنا هنا للشجرة هذه وبدنا نطبع الأحرف هذه، أول شيء بيبدأ فيزيت الروت بيطبع لك A، بعدين ايش بيجي؟ بيطبع B، بعدين ايش بيجي؟ بيطبع D، بعدين بروح على مين؟ الشمال الـ E اليمين الـ E، بعدين بيجي لشمالها اللي هي الـ F، بعدين بيطلع لمين؟ ليمين الـ A، خلصنا من هذول كلهم وطبعناهم، بيطلع ليمين الـ A. بروح لشمال السي بطبع السي، بعدش بروح لشمالها الجي، في لها يمين بروح لمين ليمين السي، بطبع الاتش بعدش بيجي للشمال الجي والال الام، بعدش بروح لمين ليمينها الكي، بعدش بطبع ايش الاو. نروح كمان مره للشجره هذه، روت واحد ليفت اثنين ليفت الاربع إلها يمين اثنين الخمسة، خلصنا من الخمسة ارجع الواحد طبعناها إلها يمين الثلاثة. طيب بالشكل هذا احنا عرفنا البري اوردر. البري اوردر ممكن نعمله بطريقة برضو اسهل، بنيجي خليك ركز معايا، مر على الروت هاي اول مرة، جيت عند الروت اطبع الواحد طبعنا الواحد، امشي اطبع الاثنين طبعنا الاثنين، كل ما تزور نود اطبعها امشي اطبع الاربع طبعنا الاربع. طبعا هنا بنحط هنا اللي هو بالشكل هذا اللي هم مين الليف تبعونهم، انهم هم عندهم مش نال مر، الأربعة إلها إشي؟ لا ارجع، اليمين إلها إشي؟ لا ارجع، الأربعة طبعناها والتنين طبعناها والواحد طبعناها، نجي لمين؟ طبعا هنا إحنا غلطنا، قبل ما نطلع هنا كان مفروض إيه؟ المر، التنين طبعناها، اطبع يمينها، الخمسة ارجع الواحد طبعناها اطبع الثلاثة، ارجع لمين للروت طبعناها بطلع الثلاثة، بعش الواحد تنطبعش كمان مرة. اذا انت عند الوصول لنقطة لأول مرة اطبع تمام. الشق الثاني بسمى بوست اوردر. البوست اوردر ايش قلنا؟ بروح ليفت ورايت وفي الاخر ايش بنحط الروت، الترافيس ليفت سب تري كول البوست اوردر ليفت سب تري، بعدش بنعمل ترافيس للرايت سب تري كول بوست اوردر رايت سب تري، بعدش بنعمل فيزيت للروت. نشوف كيف بنشتغل عليها هذه. جينا لمين؟ للواحد اول مره بنزورها، طب ركز معايا، اول مره بنزورها بنمشي. طبعا هذول بنحطهم بالشكل هذا. ارجع ارجع اول مره بنزورها، ارجع 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 اول مره بنزورها، نيجي لها لفت لا ارجع لها، هاي ثاني مره زرناها ارجع تاني. لها رايت لا ارجع فوق. الاربعه هذه هاي ثالث مره زرناها، اذا لما نزور النود ثالث مره اطبعها هاي الاربعه، ارجع
هاي هاد تاني مرة بنزور التنين، بنيجي لمين؟ لهادي. هاي كمان مرة، هاي مرة وروح لها لفت، لا رجعنا لها. هاي مرتين لها رايت، لا رجعنا لها. هاي 3 مرات زرنا الخمسة، طبعنا الخمسة، تمام. ارجع كمان مرة، التنين زرناها هنا، زرناها هنا. هاي 3 مرة اطبع التنين، ارجع. هاي تاني مرة بنزور مين؟ الروم. روح يمين، هاي أول مرة إلها لفت، لا ارجع. هاي تاني مرة إلها رايت، لا ارجع للثلاثة. هاي تالت مرة، تالت مرة بطبع الثلاثة، ارجع للواحد. هاي بتالت مرة بزور الواحد. إذا عند إنه أول مرة بنطبعش، لما نزور النقطة 3 مرات بنطبعها بالشكل هذا. طبعا مع مراعاة إنك تاخذ اللفت والرايت وتمر عليه بالشكل هذا، بيكون أسهل إنه نعرفه. الان اوردر بقول لك انه احنا اول شيء بنعمل الترافيرس للليفت، بعدش بنعمل فيزيت للروت، بعدش بنعمل ايش؟ ترافيرس للرايت. بالشكل هذا هي الكود بتاعها. نشوف كيف بنعملها. هذا هي اول مره بنحط هنا النقاط هذول. الان اوردر بنزورناها مرتين، عند الوصول للنقطه المره الثانيه نقوم بطبعتها. هي اول مره بنطبعهاش، أول مرة بنطبعهاش، أول مرة بنطبعهاش. مرينا عليها على الأربع أول مرة. إلها يمين أو إلها شمال؟ لا. ارجع، هاي تاني مرة. إذا ليش بنطبع الأربع؟ إلها يمين؟ لا، ارجع. هاي تالت مرة بنطبعهاش. الاثنين هاي تاني مرة بنمر عليها بنطبعها. الخمسة هاي أول مرة بنمر عليها بنطبعهاش. إلها شمال؟ لا. رجعنا، فهي تاني مرة بنطبعها. طبعا تالت مرة بنطبعها، يعني هي مطبوعة من الأول. بنرجع الواحد، هي تاني مرة مرينا عليها بنطبعها. معلش بنمشي، هي أول مرة بنمر على الثلاثة بنطبعهاش. الشمال ملهاش، وإحنا راجعين هي تاني مرة بنمر على الثلاثة بنطبعها. تالت مرة ما هي أوريدي مطبوعة، والواحد أوريدي مطبوع. هيك بنكون عملنا الميل الإن أوردر. طبعا هذا براكتس انه انت تمر عليه وتتدرب وتشوف كيف طبعنا اللي هو الان اوردر والبري اوردر والبوست اوردر من خلال الشجره هذه. وهذا كلام مهم جدا، نطبق الكلام هذا بالجامعة. طبعا احنا في الاول احنا كتبنا شجره هنا، وشجره زي ما انتم شايفين بالشكل هذا. نروح نكتب الفانكشن تبعتنا اللي هي ايه؟ بري اوردر. بنحط بابليك فويد بري اوردر مثلا، تاخذ تري نود اللي هي مين؟ الروت اللي عندي. بنحط بيجن واند. الاشي بسيط، سكان الروت بيساوي نال، يعمل begin و end، يدي كريتيرن يطلع من ايه؟ من الكود. غير هيك ايش هيعمل؟ يطبع طبعا root dot data، ونحط زائد هيك space، وبعد نعمل recursive reorder root left. وبري اوردر الروت دوت رايت، حيروح يستدعيهم كاركيرزر بالشكل هذا. داخل المين نبدا نشتغل الشغل بتاعنا. كيف نكتب الشغل هذا؟ بنعرض باينري تري، اسمها في تري بتساوي نيو باينري تري بالشكل هذا. بنقول باينري تري دوت كرييت، بنعمل
هذا مش موجودة جوا الكلاس. شوف وين موجودة. نرتب الشغل بتاعنا، هذا النود وهذا كرييت وهذا جوا هنا وهذا باينري تري. هذا المين هذا البيجن والإند تبع المين، وهذا للكلاس هذا هنا للكلاس. نشوف نرتب الكود هنا، هاي باينري تري كبيرة. انا بابليك تري نوت وتري نوت وكرييت، هذه المفروض تكون جوا هذه، هيك بصير الباينر تري دوت كرييت. كرييت باينر انا مش شايفها هذه، كرييت باينر تري بالشكل هذا. هيك بنعملها كرييت. الروت هذا بطل يعرفه، صار برا ال هذا 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 حطه برا هنا. تمام، هيك عملنا كرييت للباينري تري. بنقول له باينري تري دوت بري اوردر برنت لمين؟ للروت اللي موجود عندنا. ايش بقول هنا؟ كانت ميك ستاتيك، حطوا ستاتيك. ها تمام، نعمل ران، طبع لك اياهم. طبعا بدناش برنت لاين، نطمحهم برنت. ران از هي 1 2 4 5 3 بالشكل هذا طلع. لو احنا بدنا نعمل التانيين ما علينا الا ايه، نعمل هذا، نقول هيك بالشكل هذا، هذا بري وهذا نقول ان ان اوردر. الان اوردر ايش قلنا؟ ما علينا الا نحط هذه بالنص، وهذا نسميه ايش؟ ان اوردر. ان اوردر هذا نقول عنه ايش؟ ان اوردر بالشكل هذا. طبعا لو انت بدك اياهم بالشكل هذا بتضحك. البوست اوردر هي نفسها، نقول هذا بوست اوردر وهنا بدل ان نقول بوست. وهذا نقول كوبي سي بوست، وهذا بوست، وهنا البوست وين بتكون؟ الروت في الاخر بالشكل هذا. والريكيرز في حاله ايه؟ بناديها بالشكل هذا. طبعا انت هلا ممكن ايش تطبع بالشكل هذا، بري دي اوت، نقول هذا ايش؟ بوست بري ان
ان هذا البري هي مكانها، والان هي مكانها، الاوردر والبوست هاي مكانها، بالشكل هذا صار عندك انت كل البيانات اللي بدك اياها. اعمل رن، هاي بالبوست، هاي بالبري، وهذه بالان اوردر. بالشكل هذا احنا مرينا عليهم كلهم وطبعناهم زي ما انتم شايفين، البري اوردر والبوست اوردر والان اوردر، وهذه طرق للطباعه. طبعا انت حسب الايه الحاجه او حسب الطريقه اللي بتطلب منك انت بتروح تطبع البيانات اللي بدك اياها. هذا والله ولي التوفيق. المحاضره الجايه حنتعلم كيف نعمل عمليه اضافه وعمليه حذف وعمليه سيرش ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.